أهلا بيك الأخت إيمان، الأخت رهف، مودي، هبة، يا أهلا بيكم وأشكركم على الدخول للقاء في الموعد المحدد. واليوم إن شاء الله هنبتدي في الحلقة رقم 8 اللي هي بعنوان قرار الموقع. هنبتدي في الحلقة رقم 8 اللي هي بعنوان قرار الموقع. هتكون الحلقة دي حلقة نظرية بالكامل، هيتبعها حلقة عملية أخرى إن شاء الله زي ما هنشوف النهاردة. ولكن كالمعتاد هننتظر دقائق معدودة لدخول باقي الإخوة والأخوات، ففي هذه الدقائق لو لكم أي استفسار اتفضلوا حضراتكم. الأخت مودي، إحنا محددين ملخص استقصار وسارة، وفي ملف الإضافات على الملخص موجود في المنتدى بالإضافة إلى الحلقة 29 من المرئية. احنا محددين ملخص استقلال وسارة، وفي ملف إضافات على الملخص موجود في المنتدى زائد الحلقة 29 من المرئية. النهاردة إن شاء الله هنبتدي في قرار الموقع يا سلطان إن شاء الله. أنت متابعة منه يا أخت رهف؟ الأخت رهف بتقول الملخص بتاع مودي. متابعة منه مجمع كل شيء يا رهف؟ تمام، خلاص، مفيش مشاكل. ادوها الرابط بتاعه ولا حاجة يا جماعة. الأخت منى بتسأل هو إيه اللي كامل، فبيقول لك ملخص مودي كامل في كل حاجة. طيب ماشي، تمام. ساعدوهم، يعني الجماعة اللي بيسألوا دول ساعدوهم في الوصول لهذه الملخصات أو نزلوها على المنتدى. لو تحبوا تنزلوها على المنتدى نزلوها على المنتدى. طيب النهاردة إن شاء الله هنبتدي في الحلقة رقم 8. الأخت هبة بتقول مفيش صوت. هل باقي الإخوة والأخوات بيواجهوا إشكالية في الصوت؟ هل باقي رهب بتقول لا في صوت؟ طيب تمام. هل باقي الإخوة والأخوات بيواجهوا أي إشكاليات في الصوت؟ طيب ماشي. تمام ماشي خلاص طيب تمام. ماشي إن شاء الله، يعني إن شاء الله الأخت الفاضلة يعني ممكن تخرج من اللقاء وتدخل تاني لغاية ما يتظبط الصوت إن شاء الله. طيب تعالوا نروحوا للحلقة رقم 8، الحلقة رقم 8 بعنوان قرار الموقع، ونبتديها من أول العوامل المؤثرة في اختيار موقع المشروع. العوامل المؤثرة في اختيار موقع المشروع. هناك عدة عوامل تؤثر في اختيار موقع المشروع، من أهمها 1 المادة الخام ومستلزمات الإنتاج. يعود الأمر هنا إلى نسبة المنتج النهائي في المادة الخام. فإذا كان المنتج النهائي يمثل نسبة ضئيلة في المادة الخام كما هو الحال بالنسبة للذهب، فإنه من المفضل إقامة المشروع بالقرب من المادة الخام على أن ينقل المنتج النهائي للأسواق. أما إذا كانت نسبة المنتج النهائي في المادة الخام كبيرة كما هو الحال في صناعة الأثاث، فإنه من المفضل إقامة المشروع بالقرب من الأسواق على أن تنقل المادة الخام إليه. إحنا في الحلقة رقم 8.
احنا في الحلقة رقم 8 يا اخت مودي، احنا في الحلقة رقم 8، احنا شغالين بالملخص. وهناك حالات اخرى يفضل فيها اقامة موقع المشروع بالقرب من مصدر المادة الخام، مثل الصناعات الغذائية التي تعتمد على الخضروات والفاكهة التي قد تتعرض للتلف اثناء النقل ويصعب تخزينها لفترات طويلة. 2، العناية، ويقصد بذلك درجة توافر الأعداد اللازمة من تخصصات معينة وبمستوى مهارة معينة وأجور معينة في أحد المناطق. 3، مواقع الأسواق ومنافذ التوزيع، تحرص المنظمات الخدمية على التواجد إلى دوار العميل المرتقب، وينطبق ذلك على المطاعم، البنوك، الفنادق، شركات النقل والمواصلات، المدارس والجامعات، البريد، ومنظمات الخدمات الحكومية. ويرجع ذلك لطبيعة الخدمات غير الملموسة التي تتطلب الاتصال المباشر بين مقدم الخدمة ومتلقيها، لذلك يتصف تقديمها باللامركزية كما أوضحنا سابقا. 4، مصادر الطاقة والمياه، على الرغم من أنه من الممكن فنيا إنشاء بعض وحدات إنتاج الطاقة الصغيرة اللازمة لإمداد المشروع بالطاقة اللازمة له، إلا أن المشروعات الصناعية عادة ما تحتاج إلى مصدر دائم للطاقة في المناطق التي تختارها كموقع لها، وفي بعض الصناعات لابد من إنشاء المصانع بالقرب من مصادر قوية للطاقة نظرا للحاجة الفنية إلى ذلك في عملية التصنيع ذاتها، مثل صناعة الألومنيوم التي تحتاج مصدر هائل للطاقة الكهربائية، وصناعة السماد التي تحتاج للغاز الطبيعي، ويعد أيضا توافر المياه أساسي جدا بالنسبة للصناعات الغذائية والكيماوية. 5، درجة التشجيع الحكومي وسياسة الدولة، ردوا عليهم، ردوا، احنا في الحلقة رقم 8 يا أختي الفاضلة، احنا في الحلقة رقم 8. 5، درجة التشجيع الحكومي وسياسة الدولة، تهدف العديد من الدول إلى تشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات صناعية أو خدمية في مناطق محددة، وقد اتبعت العديد من الدول سياسات عديدة في هذا الصدد، منها إنشاء مناطق حرة في بعض أجزاء الدولة، الإعفاء الضريبي لعدة سنوات، بيع الأراضي بأسعار مخفضة في بعض الأماكن، التوسع في إنشاء البنية الأساسية في بعض الأماكن، الإعفاء من قيود التوظف وقوانين العمل السائدة، عدم وضع قيود على تحويل العائد المحقق، الإعفاء الجمركي لمستلزمات الإنتاج والآلاف والعدد اللازمة. 6، عوامل أخرى، هناك عدة عوامل أخرى قد يكون لها تأثير كبير على اختيار موقع المنظمة، ومن أمثلتها طبيعة المناخ السائد في منظمة في منطقة معينة، درجة توافر وسائل الاتصال والمواصلات، درجة توافر المساكن للعاملين بالمنظمة، درجة توافر المدارس والجامعات وجودة مستوى التعليم في بعض المناطق، درجة توافر الخدمات الحكومية الأخرى كالأمن والمطافئ اللي هي بتاع المدني يعني، والمستشفيات، بالإضافة إلى درجة توافر الأرض اللازمة سواء من حيث المساحة أو من حيث طبيعة التربة. ده حضراتكم المطلوب في هذه الحلقة، وده طبعا كلام نظري بالكامل. طبعا الحلقة القادمة هتلاقيها أمور كمية ورياضية. هل حد عنده أي إشكاليات في الحلقة اللي احنا لسه مخلصينها دلوقتي حالا، الحلقة رقم 8 اللي هي كانت عن اختيار الموقع؟ طبعا نظري سهل ما فيهوش أي حاجة. طيب تعالوا يا جماعة معايا بقى. لا مش هتحفظي حضرتك، أنت ركزي على الفهم لأنك هتجاوبي في الاختبار متعدد الخيارات. يعني أنت ركزي على الفهم لأنك هتجاوبي متعدد الخيارات. وطبعا أي حاجة فيها خطوات أو إجراءات لازم تكون معروفة بالترتيب، لأن ممكن تتسألوا في الترتيب. تمام، مش نحفظ يا جماعة. نفهمه كويس، اللي محتاج يحفظ ده بعض الشيء اللي هو بيجيب على أسئلة مقالية، يقعد يكتب، أنت فاهمين كلامي؟ حاضر يا أخ سلطان. اللي عاوز يحفظ ده حضرتك اللي هو محتاج يكتب مقال، لكن انتوا ما بتكتبوش، انتوا بتختاروا من بين 4 اختيارات موجوده، فلازم نكون فاهمين كويس. لكن اللي محتاج تركيز اللي هو الحاجه اللي فيها خطوات او مراحل او اجراءات لازم نكون عارفينها كويس. الخطوه الاولى كذا، الثانيه كذا، واللي محتاج ايوه طبعا معانا، ايوه امال ايه؟ معانا.
يعني حضرتك طب ثواني يا اخت منى، حاضر حاضر يا اخت منى. لما اقول مثلا النقطه اللي هو بيسال فيها سلطان انا هشرحها لك يا سلطان، حاضر. النقطه اللي بيشرح فيها سلطان يقول لك ان بيع الاراضي باسعار مخفضه في بعض الاماكن. طيب دي ضمن العنصر الخاص بدرجه التشجيع الحكومي وسياسه الدوله. فانا ممكن اسالكم في الاختبار، ممكن اسالكم في الاختبار ان يعتبر بيع الاراضي باسعار مخفضه ده عنصر فرعي يؤثر في اختيار الموقع، وينتمي لعنصر رئيسي هو، واسالكم بقى على العنصر الرئيسي اللي بينتموا اليه. فاهمين يا جماعه؟ تاني اهو، تاني اهو. يعني مثلا مجموعه العوامل اللي هي خاصه بدرجه التشجيع الحكومي وسياسه الدوله فيها بنود كتير، لازم تكون عارفين البنود دي طبعا مش حافظينها، عارفينها. من ضمنها بيع الاراضي باسعار مخفضه. فانا ممكن اسالكم مثلا سؤال، ممكن اسالكم سؤال يعتبر، لو تحبوا تكتبوا يعني، يعتبر بيع الاراضي باسعار مخفضه، يعتبر بيع الاراضي باسعار مخفضه، حاضر حاضر، عنصر فرعي مؤثر على اختيار موقع المشروع، يعتبر بيع الأراضي بأسعار مخفضة، يعتبر بيع الأراضي بأسعار مخفضة عنصر فرعي مؤثر على اختيار موقع المشروع، وهو ينتمي إلى عنصر رئيس هو، وهو ينتمي إلى عنصر رئيس هو. واديكم بقى مجموعة من الخيارات: درجة التشجيع الحكومي وسياسة الدولة، درجة التشجيع الحكومي وسياسة الدولة، حاضر يا أخت سارة، حاضر مش مشكلة يا سارة، تمام. استنوا بقى عليا لما نكتب زي الأخت سارة ما طلبت. نقول يعتبر بيع الأراضي بأسعار، يعتبر بيع الأراضي بأسعار مخفضة، يعتبر بيع الأراضي بأسعار مخفضة عنصر فرعي مؤثر على اختيار الموقع، يعتبر بيع الاراضي انا برجع اللي انا كاتبه يعني، يعتبر بيع الاراضي باسعار مخفضه عنصر فرعي مؤثر على اختيار الموقع او اختيار موقع المشروع، وهو ينتمي الى عنصر رئيس هو. وبعدين اديكم بقى مجموعه من الخيارات، مثلا اللي هو درجه التشجيع الحكومي وسياسة الدولة. محدش يكتب حاجة، محدش يكتب حاجة. درجة التشجيع الحكومي وسياسة الدولة. ماشي. المادة الخام ومستلزمات الانتاج. ماشي. دي مستلزمات الانتاج، انا اسف انا كتبتها. ماشي. الماده الخام ومستلزمات الانتاج، وبعدين مواقع الاسواق. ماشي. وبعدين مثلا مصادر الطاقه والمياه، مصادر الطاقه والمياه. يعني ده مثال يعني مبسط يعني. طبعا ده هيكون حضراتكم طبعا زي ما قلنا الخيار الاول. فاحنا لازم نقرا الحاجه ونفهمها ونعرف مين بينتمي لايه من العناصر. طبعا طبعا دي واضحه. ماشي. لازم نقرا الحاجه ونفهمها ولازم نعرف مين بينتمي لايه من العناصر عشان نختار ايه؟ نختار صح. وطبعا اي حاجه فيها خطوات او اجراءات او مراحل لازم تكون معروفه بالترتيب.
لان ممكن اسالكم الخطوه الاولى والخطوه الثانيه الخطوه الاخيره كده يعني. واضح الاخوه والاخوات؟ طيب الاخي الفاضل اللي كان بيسال بيع الاراضي باسعار مخفضه، انا كل دوله يا اخي انا مش فاكر اسمه ايه الاخ الفاضل، طب بس ثواني علشان اجاوب. كل دوله يا اخي الفاضل بتتبع سلطان، يا اهلا بيك. كل دوله يا اخي الفاضل بتتبع سياسات معينه وتتخذ اجراءات معينه لتشجيع الاستثمار على اراضيها، ومن ضمن هذه الادوات ان هي ممكن تشجع المستثمر على الذهاب لمنطقه معينه دون غيرها بان هي تبيع اراضي باسعار مخفضه ليهم، وبعض الدول كمان ممكن تدي الارض ببلاش للمستثمر عشان يستثمر في منطقه معينه رغبه منها في تنميه هذه المنطقه بشكل سريع. لان هي الارض اساسا مملوكه للدوله، صح يا اخ سلطان؟ ارض البلد اساسا مملوكه للدوله. وبالتالي ممكن تستخدم هذه الميزه ان هي تمنح المستثمرين اراضي باسعار مخفضه او اراضي مجانيه في اماكن معينه رغبه منها في جذب الاستثمار في هذه المناطق. واضح يا اخ سلطان؟ اعتقد واضح، بسيطه دي ما فيهاش حاجه يعني. تمام، تعالوا بقى حضراتكم للحلقه رقم 9 اللي هي برضه بعنوان قرار الموقع، ولكن احنا الحلقه دي هتكون كميه ورياضيه شويه. طيب تعالوا بقى حضراتكم على الحلقه رقم 9 اللي هي برضه بعنوان قرار الايه؟ قرار الموقع. هنروح لألف اسلوب تحليل التعادل، هنروح لألف اسلوب تحليل التعادل. يقوم تحليل التعادل بصفه عامه على عده مفاهيم اساسيه هي يقوم تحليل التعادل بصفه عامه على عده مفاهيم اساسيه هي أول نقطة، يمكن تعريف نقطة التعادل بأنها النقطة التي تتعادل عندها الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية. يمكن تعريف نقطة التعادل بأنها النقطة التي تتعادل عندها الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية، أي أن المشروع لا يحقق عند التعادل أرباح أو خسائر، ويحقق المشروع خسائر قبل الوصول لمستوى التعادل، بينما يحقق أرباح بعد مستوى التعادل. وبناء عليه يمكن تنسيب تحليل التعادل بيانيا كما يلي. المفروض عندكم الرسم بتاع تحليل التعادل للاخوه والاخوات، مفترض ان انتوا عندكم الرسم بتاع تحليل التعادل، انا هصف هذا الرسم، واحد يقول لي هتسالني على ايه في الرسم؟ هقول لك بعض الامثله طبعا. الرسم بتاع تحليل التعادل عندي اللي هو المحور الافقي اللي هو حجم الانتاج. المحور الافقي اللي هو حجم الانتاج. والمحور الرأسي يتمثل في التكاليف شرط ميل الإيرادات. وبعدين أول ما بنرسم في تحليل التعادل بنرسم الخط الذي يمثل التكاليف الثابتة اللي هو عند ال 10,000 ريال. هتلاقوا خط التكاليف الثابتة اللي هو ال 10,000 ريال موازي للمحور الأفقي. يعني إيه التكاليف الثابتة موازي للمحور الأفقي؟ بمعناه أن التكاليف الثابتة هي تلك التكاليف التي لا تتغير بتغير حجم الإنتاج. طبعا في حدود طاقة معينة هي 10,000 ريال. فلو حجم الإنتاج صفر التكاليف الثابتة 10,000 ريال. 1 2 3 4 لغاية 3,000 وحدة برضه التكاليف الثابتة 10,000 ريال. هتقولي اديني أمثلة كده على التكاليف الثابتة، أقول لكم زي بند الرواتب يعتبر تكاليف ثابتة. الرواتب اللي بياخدها الموظفين. دي المنشأة بتدفعها بغض النظر عن مستوى الانتاج، زي بند الايجارات ايضا، ده برضه يعتبر من ضمن بنود التكاليف الثابته. المنشاه لو مأجره حاجه هتدفع الايجار، هتدفع الايجار بغض النظر عن مستوى الانتاج بتاعها، حتى لو مستوى الانتاج صفر. يبقى ده اول خط اللي هو خط التكاليف الثابته موازي للمحور الايه؟ الافقي. طيب نيجي بعد كده نرسم خط الايرادات الكليه. خط الايرادات الكليه يبدا من نقطه الصفر. وشايفينه قدامكم خط الايرادات الكليه. يبقى خط الايرادات الكليه بيبدا من نقطه الصفر. واحد يقول لي ليه بيبدا من نقطه الصفر؟ لان المنشاه لو لم تنتج يبقى المنشاه ما انتجتش حاجه، يعني انتاجها صفر يبقى اكيد مبيعاتها صفر، واكيد ايراداتها هتكون صفر، تمام كده؟ وبعدين نيجي نرسم الخط الخاص بالتكاليف الكليه، والخط الخاص بالتكاليف الكليه يبدا مش من نقطه الصفر، يبدا من نقطه التكاليف الثابته. الخط الخاص بالتكاليف الكليه يبدا من نقطه الثابته. هتقول لي هيبدا ليه من نقطه الثابته؟ اقول لك لان التكاليف الثابته جزء من التكاليف الكليه. معايا الاخوه والاخوات ولا مش معايا لغايه دلوقتي؟ ها؟ الاخوه والاخوات معايا؟ طيب
هتقولي ليه خط التكاليف؟ هتقولي ليه خط التكاليف الكلية يبدأ من نقطة الثابتة؟ لأن التكاليف الثابتة جزء من الكلية، واحنا اتفقنا ان التكاليف الثابتة عمرها ما هتنزل عن 10,000، يبقى التكاليف الكلية برضه عمرها ما هتنزل عن 10,000، وبالتالي التكاليف الكلية ما تجيش من نقطة الثابتة. طبعا حضراتكم زي ما انتم شايفين خط التكاليف الكلية متقاطع مع خط الإيرادات الكلية في نقطة اسمها نقطة التعادل. عند التعادل ده التكاليف الكلية بتساوي الإيرادات الكلية، وبالتالي عند التعادل لا تتحقق المنظمة أرباح أو خسائر. طب واحد يقول لي بقى أمال هو قبل التعادل بيحصل إيه وبعد التعادل بيحصل إيه؟ شوف كده أنت المنطقة اللي قبل التعادل، هتلاقي قبل التعادل خط التكاليف الكلية أعلى خط الإيرادات الكلية. قبل التعادل هتلاقي خط التكاليف الكلية أعلى من خط الإيرادات الكلية، وطبعا لما التكاليف الكلية تكون أعلى من الإيرادات يبقى الشركة بتحقق خسائر. أما بعد التعادل الوضع بينعكس، هتلاقي خط الإيرادات الكلية فوق خط التكاليف الكلية، وبالتالي بعد التعادل المنشأة بتحقق أرباح. واضح يا جماعة ولا مش واضح؟ واحد يقول لي بقى إيه، طب وأنت هتقول لنا ارسمه في الاختبار؟ مش هقول لك ارسم في الاختبار، لكن أنا هسألك أسئلة على الرسم في الاختبار. معايا يا جماعة ولا مش معايا؟ واضح يا جماعة، هسألك أسئلة على الرسم. زي إيه؟ مش هملكوا بقى ولا هنكتب، خلينا بس إيه نعرف أمثلة كده على الأسئلة. ممكن أسألكم المحور الأفقي، في الشكل البياني للتعادل هو كذا وكذا وكذا. المحور الرأسي هو كذا وكذا وكذا. واضح يا جماعة؟ ممكن أسألكم، طيب ماشي، مش هنحسب بقى الإجابات خلاص يا نوف. ماشي؟ ممكن أسألكم الخط في تحليل التعادل. ممكن أنا مش عارف الحصة بتقول إيه يعني، ما أعرفش هي تقصد إيه. طيب بس عشان وقتنا، ممكن أنا أسألكم حضراتكم في تحليل التعادل، الخط الذي يبدأ من نقطة الصفر، طبعا الخط اللي بيبدأ من نقطة الصفر هو خط الإيرادات الكلية. ممكن أسألكم أقول لكم الخط الذي يبدأ من نقطة التكاليف الثابتة هو خط التكاليف الكلية. واضح يا جماعة ولا مش واضح؟ ردوا عليا يا جماعة. دي الأسئلة اللي هو إيه؟ طبعا ممكن أسألكم قبل التعادل بتحقق المنشأة كذا ولا كذا ولا كذا، بعد التعادل إلى آخره، عند التعادل إلى آخره. خلاص إحنا عارفين الحاجات دي كويس، تمام. تعالى بقى يا دكتور نشوف بعد الرسم هنروح فين. وعليه فإن كاف ستار، طبعا حضراتكم الحاجات دي هيتم تعريفها الآن. وعليه فإن المعادلة بقى كاف ستار بتساوي شرطة كاف البسط فوق ثاء على س ناقص م، حيث كاف ستار عدد الوحدات التي تحقق التعادل، س سعر بيع الوحدة، ثاء التكاليف الثابتة، م التكاليف المتغيرة للوحدة. خلي بالكم بقى الإخوة والأخوات للمرة التالية، عند وجود معادلة من المعادلات أنا ممكن أسألك في ثلاث حاجات. ممكن أسألك في صياغة المعادلة، البسط إيه والمقام إيه إلى آخره. ممكن أسألك في معنى رموز المعادلة، وممكن أسألك في تطبيق المعادلة. يبقى لازم نكون عارفين المعادلات كويس، وعارفين إيه اللي في البسط وإيه في المقام ومعنى الرموز، وعارفين طبعا تطبيق هذه المعادلات برضه كويس. تمام كده يا دكتور؟ طيب بعد كده يا دكتور هناخد إيه؟ بعد كده حضراتكم هناخد النقطة التالية، إذا كان المطلوب هو تحديد حجم الإنتاج الذي يحقق أرباحا وليس فقط التعادل، فإن المعادلة تكون كاف الربح بتساوي شرطة كسر البسط فوق ثاء زائد الربح على المقام تحت س ناقص م. يبقى كاف الربح بتساوي ثاء زائد الربح على س ناقص م. وبنفس المنطق فإن حجم الإنتاج الذي يقابل مستوى معين من الخسارة هو كاف الخسارة بتساوي شرطة كسر البسط فوق ثاء ناقص الخسارة على المقام تحت س ناقص م. يبقى احنا عندنا دلوقتي كام معادلة يا جماعة خدناهم؟ عندنا ثلاث معادلات. ماشي، عندنا ثلاث معادلات. عندنا معادلة لكاف ستار، وعندنا معادلة لكاف الربح، وعندنا معادلة لكاف الايه؟ الخسارة. ماشي؟ ماشي ماشي أنا فاهم يا أمان، هي أماني بتقول هي المعادلة الأساسية بتاعت كاف ستار، وبعدين لو احنا بنجيب كاف الربح يبقى ثاء زائد الربح في البسط فوق، ولو احنا بنجيب كاف الخسارة يبقى ثاء ناقص الخسارة في البسط فوق، ف
فاهم كلامك يا امان؟ فاهم كلامي. طيب احنا كده خدنا كده ثلاث قوانين، تعالوا نشوف في الحلقه اللي بعدها هناخد، مش هناخد الحلقه كلها، هناخد تطبيق على القوانين دي، هناخد تطبيق بس، تطبيق على القوانين دي جزء من الحلقه. الحلقة اللي بعدها اللي هي الحلقة رقم 10 بعنوان قرار الموقع، عشان مرتبطة بالحلقة رقم 9، هناخد جزء من الحلقة والجزء الثاني إن شاء الله نكمله في المرة القادمة. وطبعا بنبه على جميع الإخوة والأخوات، من الأسبوع القادم هيتم مضاعفة اللقاءات الحية، فهيكون عندنا لقاء يوم الأحد ويوم الاثنين في نفس الموعد الساعة 10. بنبه الإخوة والأخوات، بنبه على جميع الإخوة والأخوات إن من الأسبوع القادم هنضاعف. لا، ما احنا بنقول اهو يا اماني لقائين يا اماني، يوم الاحد ويوم الاثنين، ما كده ضاعفناهم، كل واحد 45 دقيقه. زي ما بنوضح اهو الاخوه والاخوات، من الاسبوع القادم لنهايه الفصل لغايه ما ينتهي من ال 12 لقاء بتوعنا، من الاسبوع القادم هيكون عندنا لقائين، لقاء يوم الاحد ولقاء يوم الاثنين، والاثنين معاكم الساعه 10 مساء. حتى وبالتالي الاسبوع الجاي هنلتقي يوم الاحد، خلي بالكم. بدايه من الاسبوع الجاي هنلتقي احد واثنين، والميعادين معاكم الساعه 10. واضح الاخوه والاخوات ولا مش واضح؟ ردوا عليا. واضح؟ ها واضح؟ طيب تمام. تعالوا بقى نروح للحلقه رقم 10، تطبيق مباشر على القوانين اللي احنا ايه خدناها. في الحلقة العشرة اللي هي بعنوان قرار الموقع، هناخد المثال. خلي بالكم بقى يا جماعة، خلي بالكم. بفترض أن التكاليف الثابتة لإحدى العمليات الصناعية هي 200,000 ريال. واحد يقول لي التكاليف الثابتة دي اللي رمزها ف، تمام. وتتمثل بنود التكاليف المتغيرة للوحدة، التكاليف المتغيرة دي اللي رمزها ميم. بس مديني اللي هي بنود التكاليف المتغيرة للوحدة في الآتي. 20 ريال مادة خام، 25 ريال عمالة مباشرة، و5 ريال خدمات مباشرة. كل اللي هتعمله هتجمعهم على بعض. ال 20 زائد ال 25 زائد ال 5 هيطلعوا 50 ريال. يبقى لغاية دلوقتي احنا عندنا ث ب 200,000 ريال ومين ب 50 ريال. ويبلغ سعر بيع الوحدة من المنتج 100 ريال، طبعا سعر بيع الوحدة ده اللي هو س. يبقى أنا عندي دلوقتي يا جماعة إيه؟ خلي بالكم بقى، عندي أهو الثلاث معطيات. عندي ث ب 200,000 ريال، عندي م ب 50 ريال، عندي س ب 100 ايه؟ ب 100 ريال. فالمطلوب واحد حساب نقطة التعادل بالوحدات، اثنين إذا كانت المنظمة تهدف إلى تحقيق ربح يبلغ 20,000 ريال، احسب حجم الإنتاج اللازم لتحقيق هذا الربح. وبعدين رقم ثلاثة، إذا أنتجت الشركة وباعت فقط 3,000 وحدة، ما هو مقدار الخسارة الناتج عن ذلك؟ طيب تعالوا للحل، بسيط الحل، الحل تافه. في اول مطلوب هو حساب نقطه التعادل بالوحدات اللي هو كاف ستار، وطبعا احنا عارفين ان كاف ستار بتساوي ث على س ناقص م، يبقى كاف ستار بتساوي 200,000 على 100 ناقص 50، يبقى كاف ستار بتساوي 4,000 وحده. هل ده في مشاكل يا جماعه؟ ها كاف ستار بتساوي 4,000 وحده. خلي بالكم بقى، الطالب والطالبه الشطار اللي زيكم، عارف ان كاف ستار 4,000 وحده، فهو دلوقتي بيقول لنفسه ايه؟ بيقول عند الوحده رقم 4,000 لا تتحقق ارباح ولا تتحقق خسائر. احنا قلنا يا منيره بقى، ال 50 ديت هي يمين يا منيره. ال 50 دي هي يمين، اللي عباره عن جمع اللي هو حضرتك البيانات اللي موجوده عن التكاليف المتغيره للوحده، جمعنا ال 20 زائد ال 25 زائد ال 5 يا منيره. تمام يا منير، خلاص ماشي. الطالب بقى والطالبه الشطار اللي زيكم يقول خلاص كده، ده كاف ستار ب 4,000، يبقى عند الوحده رقم 4,000 لا تحقق المنشاه ارباح او خسائر. بتحقق ارباح فوق ال 4,000 وتحقق خسائر اقل من الايه؟ اقل من ال 4,000. واضح يا جماعه ولا مش واضح؟ تعالوا بقى نروح للمطلوب الثاني والثالث، ويعني نطقطق قدامنا كده زي ما بنقول. تعالوا للمطلوب الثاني. ايوه، ما هي كاف ستار ديت نقطه التعادل، صح؟ كاف ستار ديت نقطة التعادل. تعالوا للمطلوب الايه؟ الثاني. خلي بالكم بقى في المطلوب الثاني بيقول ايه؟ إذا كانت المنظمة تهدف إلى تحقيق ربح يبلغ 20,000 ريال. كده هو إداني الربح، خلي بالكم. هو إداني الربح 20,000 ريال، احسب حجم الإنتاج اللازم لتحقيق هذا الربح. يبقى هو إداني الربح وعاوز كاف الربح، خلي بالكم يا جماعة، خلي بالكم.
هو اداني الربح ومحتاج كاف الربح، تمام كده يا امان؟ طيب وبالتالي اروح انا بقى للمعادله اللي هي بتاعت كاف الربح في حل المطلوب رقم 2، كاف الربح بتساوي ف زائد الربح على س ناقص م، كاف الربح بتساوي 200,000 زائد 20,000 على 100 ناقص 50، يبقى كاف الربح بتساوي 4400 وحده. طبعا حتمي لازم كاف الربح، حتمي لازم كاف الربح تكون اعلى من كاف الصرف، والا يبقى عندك اخطاء معينه. خلي بالكم يا جماعه، حتمي لازم كاف الربح تكون اعلى من كاف الصرف، والا يكون عندك خطا في الحسابات. خلي بالكم في المطلوب الثاني، في المطلوب الثاني هو اداني الربح بالريال، اداني الربح بالريال وطالب كاف الربح. في المطلوب الثالث بقى عاكس. يعني ايه في المطلوب الثالث عاكس؟ تعالوا يا جماعه نشوف كده المطلوب الثالث. طب استني بس، حاضر حاضر، القوانين ما فيهاش مشكله، القوانين ما فيهاش مشكله، ماشي. تعالوا بقى في المطلوب الثالث، اقروا كده معايا المطلوب الثالث. طبعا الطالب بقى الشاطر زيكم كده ان شاء الله يقرا المطلوب الثالث على طول، يفتح كده ذهنه، يقول ايه بقى في المطلوب الثالث؟ اذا انتجت الشركه وباعت، يقف هنا يقول ده بيكلمني عن الانتاج، بيكلمني عن الانتاج، بيقول لي اذا انتجت وباع الانتاج ده، ده الطالب اللي بيكلم نفسه، الانتاج ده نوع من انواع الكافات. طبعا هو درس كم كاف؟ درس ثلاثه، درس كاف الصار، ودرس كاف الربح، ودرس كاف الخساره. طب يا ترى الانتاج اللي هو جايبه لي ده انهي واحد فيهم؟ اكمل، هو بقى الطالب بيكمل، ده انتجت، انتجت، اذا انتجت الشركه وباعت فقط 3000 وحده، خلي بالكم كمان 3000 وحده، ده ياكد ان هو بيتكلم عن انتاج. طبعا لو هو ارباح او خسائر لازم يكون بالريال، صح يا جماعه ولا مش صح؟ لو هو مديني ربح او خساره لازم يكون بالريال. لكن دلوقتي هو بيقول لي 3000 وحده، بيقول لي 3000 وحده، وبيقول لي انتجت وباعت، يبقى ده انتاج، يبقى ده نوع من انواع الكفاءة، صح؟ يقوم بقى طب هي ال 3000، انت بقى بتسال نفسك هي ال 3000 وحده ديت اي نوع من انواع الكفاءة؟ يقول ما انا جايب كفستار ب 4000. انا جايب كفستار ب 4000. وال 3000 اللي هو مدهاني اقل من ال 4000، تبقى ال 3000 ديت كف خساره، برافو عليك. ال 3000 ديت تبقى كف ايه؟ خساره. يبقى خلي بالك هو اداني كاف الخساره، يبقى هيطلب ايه؟ هيطلب الخساره. تعالوا بقى نكمل كده المطلوب الثالث. يبقى اذا انتجت الشركه وباعت فقط 3000 وحده بكاف الخساره، ما هو مقدار الخساره الناتج عن ذلك؟ يبقى هو عكس، في المطلوب الثاني كان مديني الربح وعاوز كاف الربح، في المطلوب الثالث مديني كاف الخساره وعاوز الخساره، عكس. تعالوا بقى نشوف كده حل المطلوب الثالث يا جماعه، نحل المطلوب الثالث كده مع بعض. طبعا هنكتب المعادله، كاف الخساره، كاف الخساره بتساوي س ناقص الخساره على س ناقص م، وتحط كاف الخساره ب 3000، تحط كاف الخساره ب 3000 بتساوي س ب 200,000 ناقص الخساره اللي انا عاوز اطلعها على 100 ناقص 50. واضح يا جماعه ولا مش واضح؟ ردوا عليا، واضح ولا مش واضح؟ ها؟ بقيتي الناس ردوا عليا لو سمحتوا، بقيتي الناس ردوا عليا لو سمحتوا. واضح الحمد لله، تمام. تاني اهوت يا اخت ساره، يا اخت ساره. في المطلوب الثالث هو مديني نوع من انواع الكفات. في المطلوب الثالث مديني نوع من انواع الكفات، 3000 وحده. هتقولي انا ما اعرفش هي دي كاف ايه بالظبط، انا درست كاف ستار وكاف الربح وكاف الخساره. اقول لك ما انت جايبه كاف ستار ب 4000 وحده. وال 3000 دي اقل من ال 4000، يبقى ال 3000 دي كاف خساره. واللي ياكد ان هي كاف خساره كمان ان هو طالب الخساره، ما هو مش منطقي ان يديكوا كاف ستار ويطلب الخساره، كلام مش منطقي. ومش منطقي ان يديكوا كاف ربح ويطلب الخساره، كلام مش منطقي. لكن طالما طلب الخساره يبقى المعطى ده كاف الخساره. واضح يا جماعه ولا مش واضح؟ ردوا عليا يا جماعه، واضح؟ ان شاء الله واضح. وبالتالي رحنا يا اختي الفاضله لمعدل كاف الخساره. خليكي بس معايا يا هديل، خليكي لو اعلى يا هديل من 4000 يبقى كاف ربح يا هديل. خلينا بس نخلص الحته دي يا هديل لان الوقت اللقاء خلص. اذا اعلى من 4000 يبقى كاف ربح، وتروحي لمعدل كاف الربح يا هديل. طيب نرجع تاني، خلاص احنا عرفنا ان هي كاف خساره لان هي اقل من 4000.
نحل معادلة كاف الخسارة. المعادلة بتقول إن كاف الخسارة بتساوي ساء ناقص الخسارة على س ناقص م، وعوض عن كاف الخسارة ب 3000 بتساوي 200000 دي ساء ناقص الخسارة اللي أنا عاوز أطلعها على 100 ناقص 50، وبعدين أعمل علامة المقص الطرفين في الوسطين، يبقى ال 3000 دي فوق ماشي، وطبعا المقام بتاعها واحد عشان أسهل عليكم. يبقى لما نعمل طرفين في وسطين يبقى 3000 ضرب 100 ناقص 50، وبعدين 1 ضرب 200000 ناقص الخسارة. وبعدين أفك القوس بعد كده حضراتكم، أفك القوس بعد كده حضراتكم اللي هي 3000 في 100 ناقص 50، طبعا 100 ناقص 50 ب 50 في 3000 ب 150000 بتساوي 200000 ناقص الخسارة. طبعا أنا مش عاوز ناقص الخسارة، أنا عاوز الخسارة، فالخسارة موجودة عندي بالسالب في الطرف الأيسر، أجيبها بالطرف الأيمن هتبقى موجبة، وال 150000 موجبة في الطرف الأيمن أجيبها للطرف الأيسر سالبة، يبقى الخسارة بتساوي 200000 ناقص 150000 بتساوي 50000 ريال. واضح الإخوة والأخوات ولا مش واضح؟ لا ما أكيد أنت مدخلة البيانات غلط. تمام. أكيد الأخت اللي بتقول في الحسابات أكيد أنت مدخلة البيانات غلط. عيد الحسابات. طب الحمد لله، واضح الحمد لله. بأشكر جميع الإخوة والأخوات، وانتهى المطلوب من اللقاء الحي اليوم، وبأكد على جميع الإخوة والأخوات إن إحنا من الأسبوع القادم هيكون عندنا لقاءين، لقاء يوم الأحد ولقاء يوم الاثنين في نفس الموعد الساعة 10 مساء. شكرا لجميع الإخوة والأخوات، وتصبحوا على خير.